السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأخوات، أخت من الأخوات وقيلة قالت لي وقيلة ما هذا وراني نتفكر، وقيلة قالت لي وري لي الكوارط على حسب ما فهمت. الكوارط اللي نبغوا نخدموا بهم اللي أجور كيما هكا ولا تقابي كيما هكا، ماشي كيما اللي نخدموا بهم الجاكار. يعني لازم الواحد يفهم، خاطرش الاخوات يديروا هذو يديروا الكوارت تاع الجاكار، ومن بعد يقول لك العيون طاحوا لنا، ويقول لك العيون يعني ما بنركبوناش وما تخدمش بالكارطه تاع الجاكار، ما تخدمش، لازم نخدموا بهذا الكوارت اللي مثقبين كيما هكا بعاد التقابي بعاد على بعضهم بعضها. هذو هما يا اخوات اللي عندها ماشينه كيما هذه، ولا عندها ماشينه برودر، ولا عندها، انا اليوم هذه شريت هذه الماشينه تويوتا، هذه كا نفس كا اس 950 شريتها اليوم وركبتها يضربك يعني، وراني نسي فيها ودرت لها الباردموس، بدلتها الباردموس سوتو راشي. الحقيقه الواحد لما يشري الباردموس الماشينه لازم يبدلها الباردموس، هذه لازم الباردموس. اخت من الاخوات سقسات عليه قالت لي الماشينه تاعي ما عندهاش، وهو ها هو هنا، هذا هو هنا. قال لي هو اللي كحل الحاجه اللي تبان، يعني الماشينه اللي تكون تاع جهه وحيده كاع عندها الباردموس كاع كلش، يعني كاع الماشينه اللي عندها اللي كيما هذو تويوتا، هذو البرودر، هذو كاع اللي عندهم كاع اللي جايين كيما هكا، غير الاخرى اللي ما عندهاش الباردموس السنجار، وهي هي والباساب الكبار هذوك اللي ما عندهمش، هذوك عندهم الرسولات باش يشدوا العيون، ولكن هذو عندهم يديروا لهم البونش، هذيك الباردموس، هذاك الباردموس يديروا له البونش. انا بدلت لها الباردموس. الباردموس يا اخوات المره اللي فاتت وقيله درته بالمقلوب، يعني درته بالمقلوب واحد النهار من بدلته درته بالمقلوب، درت له الحديد البونجي يشوف الفوق، ولكن يخدم، ما نديرو هكاك يخدم، ولكن من الاحسن نديرو البونج يشوف للكروشيات ولا العيون هذو الابر. راني متلف الهضره ضعيطة ما سجلت. المهم هذا الماشينه تويوتا، هذه كما قلت لكم من اسهل الماشينات، يعني من اسهل الماشينات، ما فيها لا شاري واحد اخر لا والو. نديروا لها هذا الاخرين، هذا نديروا لها هذا الحدايد، هذه يجوا معها من واحد يشريها معاه، ركبوهم ولازم يدخلوا في هذه الامكينه تاعهم، هنا هذه الامكينه وهذا الامكينه، هذا البلايص هذا هما يدخل باهي، هنايا يدمر واحد الحديد، هنا يجي واحد الحديد يدمروا لداخل باش يولي، باش تولي تخدم، دير لنا التقابي ولا دير لنا الجاكار ولا دير لنا بالكارطه، لازم هذا اللي نبغوا نخدموا بهذا الشان كما شانتيو، هذا اللي درتو خدمته بهذا الحدايد، هذو هما يغمبلاصو الشاريو هذاك تاع اللي يدير الاجور. يعني كاين الاخوات اللي يمكن يكونوا شاريين هذه الماشينه مثلا تويوتا كا 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 نفس سيكونت كا اس نفس سيكونت، بصح ما عند ما يشرو هذا الحديد، بصح ما يعرفوهمش وين لمن يندارو. المهم هذو هما التركب تاعهم، ديريهم كيما هكا ولصقيهم وزيريهم من الجهه، من وحده ومن جهه وحده هكذا. بالنسبه للكارطه ديرها في المثلث الوسطاني، هذا المثلث الوسطاني من جي تركبيها تقدري ديري لا فلاش باش تركبيها درك على هذا البطونه الوسطانيه هذه، وهودي شي صباعك تحت تركي وفوتي الكارطه، دخلي الكارطه. هذا البطونه الحمراء هذه هنا تكون طالعه من نديرو الجيرزي، تكون طالعه ولا هذه، المهم هذه ولا هذه تكون طالعه، وحده منهم تكون طالعه الفوق باش نديرو الجيرزي. والاخرى تكون من نديرو نبغوا نديرو نخدمو بالكارطه،
نخلوهم مهودي. بعد هذا ومن بعد هذا الكروشيات من بعد مني يولوا مني يولوا توليت نخدموا في الثقابي تاعها. شوفوا هذه يخرجوا زوج ومن بعد منها زوج، هكتو يتبعوا يتبعوا الامكنه اللي يديروا فيهم الثقابي هكتشوف هكذا. بالنسبه للكارطات، الكارط اللي قلت لي الاخت وريهم لي، الكارط هذو يديروا جاكار، يخدموا بالالوان، زوج بالالوان يعني بالالوان، مثلا الاول اللون الازرق واللون الاحمر، مثلا نبغوا نديروا بهم الدانتيل، دانتيل الا درنا بغينا نديروا بهم الدانتيل، نديروا خيط رقيق ونديروا خيط غليظ تاع ماشينه، خيط غليظ تاع صوف، يعني يخدم لنا كانه دانتيل. هذو يخدموا ما نديروش بهم ثقابي يا اخوات، كاين الاخوات يديروا بهم ثقابي بس حل العيون يطيحوا، خاطرش هما هذو ما همش متاهلين للاخرين، ما همش مديورين للثقابي، الثقابي تاعهم ها هما هنا، يعني ها هما هذو هما تاع الثقابي، يعني شوفوا هذو هما، هذو هما تاع الاجوخ، جو الثقابي تاعهم بعاد على بعضهم بعد. وهذا الفليشات كتشوفوا هذا الفليشات هذو هنا، شوفوا نروحوا ونرجعوا نروحوا ونرجعوا، هنا راهم يقولوا لنا تروحي وترجعي تروحي وترجعي تروحي وترجعي، هذو هما الفليشات اللي مديورين زعما زعما باش تخدمي عليهم. هذو فاني، هذو كيف كيف، يعني نقدروا نخدموا بهم الجاكار ونقدروا نخدموا غير وحدهم بلا جاكار، من غير جاكار يعني نقدروا نخدموا بلا، يعني الجاكار هو تجانس الخيط، خيطان في زوج، هذا هو هذا هو جاكار، يعني هذا هو الاصل تاع الجاكار، الجاكار تاع بكري كانوا الناس يخدموا الغطيه بالجاكار، بكري كانوا يخدموا الغطيه في اليد ويديروا لهم الالوان تجانس الالوان، يعني هذا هو هذا هو الاسم تاع الجاكار. وهو نقدروا نخدموا بالكارطه وحدها، نقدروا نخدموا بالكارطه وحدها ثاني ساهله نخدموا بالكارطه وحدها. شوفوا اليوم نوريكم كيفاش نخدموا، وين نديروا هذا البطونه هذه، وين نقدروا نديروها، شوفوا هنايا ها هنا هذه نديروها في السي، السي راني دايره العيار على 6 وشويه ولا 6 7، المهم 6 5 5 ونص 6 7 ونص. وديري هذا الاخرين هذا البروسات تحت، وهذا البروسات ما يخرج معليش، ما الا بغيتي ديري معليش، المهم تسيب بهم ولا بالبي بهم معليش، المهم وتبقاي تخدمي عادي، ولكن هذا البطون هذا الاخرين يكونوا تحت باش هما اللي يديروا لك الجاك اب، اللي يديروا لك الثقابي باه يهودوا تحت، لازم يهودوا تحت باه يمشوا الكارطه. وهنايا هنايا ال بي ال بي ال هذو تاع جيرزي، بي ال تاع جيرزي. فوالا الاخوات، هذو هما اليوم الفيديو تاع اليوم، يعني ماهوش طويل بزاف ولكن الاخوات تقصوا عليه. بالنسبه للشاريو تاع لا توليت رايحه وراجعه، هذوك الشاريو تاع واحد تاع الماشينه تاع برودر، فاني تخدمي غير جيرزي عادي، ديري الكارطه في المكان تاعها وتبقاي رايحه وراجعه عادي، يعني تروح تزيري سطرين بالماشينه، كاين خطره ديري سطرين بهذاك الشاري والاخر، خطره ديري 3 سطور تيوما تيوما مسطي الفليشات، هذو هما الفليشات تاع شوفوا هذو هما اللي تبعيهم كيفاش راهم دايرين لهم، خطره يديروا زوج زوج زوج، وخطره وحده وحده، وخطره ثلاثه وحده، وخطره هذو هما اللي نتبعوهم. هذو هما نظن شكاين على جال هذا الماشينة هذه، كيما قلت لكم شريتها اليوم هذه الماشينة، شريت هذه المرة الأولى اللي راني نسرب لاخر بها، بالك من بعد نبيعها ما نعرف ما نعرف، خاطرش راه عندي ماشينات، المهم وحدة بغيت نرسلها للبلاد للجزائر، الوحدة صاحبتي، ولكن شوية راهي تبلوكي شوية، خفت لا تخسر لها وما تصيبهاش كي تصنعها، يعني شوية لخرتني شوية مانيش عارف، المهم تم بعد نسقسيها الى ما نبغيش نبيع الصوالح وهم خاسرين الحقيقه، ما نكذبش عليكم، يعني
نبغي نبيع صوالح ملاح، يعني نبغيهم يكونوا مالهم فرحانين بيهم. يعني انا المهم كل مره نصيب هنايا، الا كان نصت وحده مليحه احسن من هذيك اللي احسن. هي اخت هذه، هي اخت هذه، شوفوا اخت هذه، هذه ماشي اخت هذه. واو هاد الطفله، هاد المراه صاحبتي هذيك اكتشفتها، عن شافتها بغاتها، ولكن انا كما قلت لكم راهي شي راهي شويه كانها خاسره شويه. المهم حتى من نشوف الا انا لقيت، كما قلت لكم لقيت واحده اخرى ولا حاجه راني نشريها. المهم انا نصيب هنا في فرنسا، يعني كاينين الماشين هادو هنايا، هادو هنايا نبغوا نخدموا مثلا الجاكار على جهه، هاد البطونات هادو نريقلوهم ونخدموا مثلا الجاكار في جهه وجهه اخرى ما تكونش فيها الجاكار. هاك تشوفوا في هذه مثلا، مثلا نبداو نخدموا الجاكار على اليسرى ولا نخدموا على اليمنى ولا كيما نبغوا هاد البطونات هادو. هذه هي. المهم انا كيما قلت لكم سيتها راهي مشات، درت بدلت لها غير، بدلت لها غير البونج هذيك، والمهم راهي مشات. درت لها غير شويه هكا تاع الزيت هذا، ماشي زيت الاخر هذاك ديغريبا هذوك، مشات مسحتها بشويه، مسحتها به شويه مشات. ولكن عندها واحد شويه تاع، شوفوا هنايا في الاباري تاعها، شوفوا شوف كيداير مصدين شويه، يعني يمكن طاحت عليها المطر ولا دار فيها الميديتي. المهم هذا هو هذا هو المشكل تاعها. غادي نمسحها بالكعط هذاك تاع اللي يصفروا به اللوح، ذاك الرقيقاع كامل الرطب كاع فيهم، نمسحها وان شاء الله ما نعرف الا نبيعها ولا نخليها ولا. المهم نشوف من بعد. خاطر انا كيما قلت لكم راه عندي الماشين. هذه هي الاخوات. اخت من سوريا، وقيل اخت من سوريا راهي معايا في الـ في الـ راهي معايا في الجروب. هي عندها ماشينه سانجير وبغات تصنع، بغات دير بها جاكار، وراهي تحوس يعني على راهي تحوس تعلم فيها، وعاد دارت لي الفيديوهات يعني تاع الروميات خادمين عليها، يعني الفرنساز خادمين عليها الجاكار. ولكن من ما تكونش الماشينه في يدي حقيقه ما قدرتش كيفاش نعلمها، لازم الماشينه تكون في يدي، ولازم تكون عندي هذوك الاخرين، يعني لازم تكون يكونوا عندي هذوك هذيك الكارطة وهذاك الديكو، لازم يكون عندي باش نسييها ونعلمها كيفاش دير. خاطرش من القوريات تقول هي راه تسجل في الفيديو تاعها، ما ديرش ما تلخرش كيما تلخر. خاطرش هذيك القورية اللي كانت تسجل في الفيديو غلطات، ومن بعد قالت لنا فوق ترجعوا كيما هكا وترجعوا كيما هكا وتلخروا، ما دارتهاش كيما يلخر. ان شاء الله خطره اخرى ان شاء الله، الا انا لقيت ماشينه فيها الديكو الا لقيت هذا شريت. خاطرش كيما قلت لكم راه عندي، الا كان صوت وحده اخرى رخيصه فيها الديكون نشريها نعلم عليها الاخوات، يعني بتاع السنجر هذه. بالنسبه لهذا الكوارت، هذو يتباعوا في الانترنت، اللي ما عندهاش مثلا تبغى تكوماندي من الانترنت كوماندي من الانترنت، يعني اللي عندها المهم الكارت بانكير، يعني اللي ما عندهاش كارت بانكير ما تنجمش ترسل الدراهم على على البوسطة ولا ما تقدرش، لازم لها الاخر كارت بنكير باش غير تخلص غير من الكارطه. اللي ما عندهاش كارطه ما كان عليه نظن، خاطرش ما يدوش ليكيد، هما ما يدوش دراهم غير هكذاك بالكعد، ما يدوش دراهم بالبوسطة ولا كون تديري لهم دراهم على اليد البوسطة ولا غادي تخلصي على ديك المانداف اللي تزيدي تخلصي عليها. المهم هذو هما. ونايا كيما قالت لي وانت وين تصيبيهم، قلت لها انا عمري ولا شريتهم من الانترنت الحقيقه، انا نشري غير من نشري الماشين، يعطوني معاهم يعطوني 20 خطره، يعطوني 20 خطره، 15 خطره. اليوم عطوني والو، اليوم والله مالو حاجه، كارطه ما عطاهانيش هذاك الراجل، وحده ما تسعش. وها وخاصها هذا الماشينه، خاصها هنايا، خاصها الاخر تاع الكونتير هذا خاصها ما عندهاش. المهم هذه نصيب لها وحده، يعني يكون عندها هنا عندي بالدار بالك يكون عندي واحد نصيب لها. هذا هما الاخوات، ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وان شاء الله
كل مره حطوا لي كومنتار اللي بغات تدخل في الجروب مع الاخوات. انا مانيش دايره، المهم مانيش جروب ماهوش كبير هذه المره، خاطرش علاش ماناش نخدمه بزاف الحمام، وراني مشغوله شويه في هذا الوقت، راني مشغوله شويه، ولكن نرد على الاخوات هكذا من تكون عندها هكذا مشكله في ماشينه، ولا تكون عندها خيط ما عجبهاش، ولا ماشينه ما عجبتهاش، ولا ما باغاش تمشي لها، ولا المهم نتعاونوا معها ونخمشوها معها. بزاف الاخوات اللي يدخلوا معايا في الخاص، والمهم الحمد لله تعلموا راهم يخدموا، وتعلموا راهم يدخلوا ماشينه. يمكن هذا هو، قالوا لي بلي رانا، قالوا لي بلي تعلمنا، وقالوا لي بلي رانا مشيناها، وقالوا لي يعني المهم راهم فرحانين بالجروب. هذا هو اللي هي بغات تدخل تقول لي عطيني دخليني ندخلها، ولا نحط لكم الكومنتار الاول، نحط لكم الرابط عليه اللي بغات تدخل وتسقسي ولا تسال. ولا بالنسبه للاخوات اللي يبغوا يبيعوا الماشين من البلاد، من الجزائر او المغرب ولا من ليبيا، ولا يقولوا لي يدخلوا في الخاص يقولوا لي لا بتشري علينا الماشينه، قلت لهم انا مانيش نسكن، ما نسكنش يعني في الجزائر، ني راسكنا برا يعني برا البلاد، ما نقدرش نشري الماشين برا، نشري الماشين غير لحدايا يعني، ما نقدرش نشري الماشين اللي بعد هكذا. بون اللي تبغي تبيع ماشينتها مهم تحطها في الجروب، راني دايره حاله جروب تاع واتساب، جروب في الفيسبوك، راني حاله جروب اللي بغيت تحط تبيع ماشينتها تحطها، ما كاش مشكل. هذا هو المهم، نساعدوا بيننا وخلاص هكذا. اي ربي يبارك فيكم، ان شاء الله ما كملش عارف شيء الاسئله اللي تحطوها لي، يعني بزاف والله بزاف الاسئله. المهم انا نحط لكم كما قلت لكم الرابط اخوات اللي هي عندها سؤال هامها جدا، ولا تبغي مثلا الماشينه تاعها ما بغاش تمشي لها، ولا ما عرفتش كيفاش تمشيها، تدخل في الجروب ونتعاونوا معها. هذه هي، بايلا كانت تسقسيني على حاجه كيما هكا على الخيط، ولا الخيط عادي، خيط عادي نشرو غير من الخيط الرقيق شويه، ما موين ماهوش كيما هذا مثلا هكا الموين يدير مع مرقع زيت، مهم زيت ولا غريس هكذا رقيق. هذا شوف راه يبان غليظ في الفوطو، ولكن هو رقيق الحقيقه. من بغو نديرو الجاكار، ها هو من بغو نديرو الجاكار، نديرو الخيط الرئيسي في الخيط الاول في المكان الاول، الخيط الثاني في النيميرو 2 هكا من جو نخدم. ان شاء الله مره اخرى الى كتب ربي ان شاء الله نوريكم كيفاش نديروا الجاكار على هذه الماشينه هذه، ونديروا بالكوارت يعني اي كارطه من هذو اللي فيها تقابي بزاف نديروا عليها ان شاء الله الجاكار. ولكن هذو شوفوا، هذه هنايا اليوم هذه خد هذا المكان، شوفوا كي يخرج، شوفوا خدمته بهذه، شفتوا هذه اللي خرجت هذا. اخواتي ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وان شاء الله يكون لي هي ماشينه عندها ماشينه كيما هذه، هي تركبها كيما هاك يعني. شوفوا انا هذا الطابله تاع ماشينه تاع خياطه، هي ماشينه تاع خياطه هذه، قلعت لها كاع الطابله، قلعت كل شيء، خليت غير رجلي، ودرت لها لوحه وفيكسيتها في اللوحه، فيكسيتها في الماشينه. وشوف راني درتها طابله، خاطرش هذا الماشين هذو اللي قالهم الطوابل ثقال شويه باش ما يلخروش، باش ما يبوجوش من نخدموا بهم، اي طابله تبوجي سبحان الله، لازم يكون الطابله ثقيله. اخواتي نقول لكم ما تصبحوا على خير، وان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم اللي هي مهتمه بهذه الماشينه وعندها ماشينه كيما هذه. المهم هذا هو الشرح، ومرة أخرى إن شاء الله نوريكم كيفاش نخدمو بالجاكار، وكيفاش نخدمو بالكارطة. واليوم درت لكم يسمى زوج فيديوهات في واحد، هذا بي إل، هذا بي إل، هذا نخدمو به جيرزي، ولكن نخدمو به جيرزي نديرو حتى العشرة في العيار، جيرزي نقدرو نديرو حتى العشرة، ونديرو الثقالات مشطة هذا تاعها هنايا، هذا المشطة تاعها وين راهي هنا، هذه هي الأخرى تاعها، هذا هي مشطة تاعها، ونديرو الثقالات ونخدمو حتى العشرة من العيار، يعني نقدرو نخدمو حتى العشرة، نخدمو الخدمة مرخية، نقدرو نخدمو مزيرة يعني نقدرو. بالنسبة للجاكار المرة الجاية إن شاء الله، هنا اليوم درنا هذا هنا جيرزي بي إل، والأجوخ
بالسي بالسي مين نديرو نبغوا نخدموا هذا القابين نديرو السي سهله يعني هذه سهله هذه الماشينات اللي عندها ماشينه المهم اللي تكون عندها ماشينه كيما هكا هو الاخوات قلت لكم ما نطولش مي راني غير نهضر المهم الهضره ما تكملش ان شاء الله نقول لكم في فيديو واحد اخر وتكونوا ان شاء الله سعداء وتكونوا ان شاء الله في صحه جيده تهلاو في انفسكم وان شاء الله بون كيما نقولوا الصيف راه جاي ان شاء الله تهلاو في روحكم الحمى شربوا الماء بزاف هيا بارك الله فيكم وبينتو.